الدرس الرابع عشر من الدورة المجانية لتعلم RDS بثلاثة مراحل. أعزائي المشاهدين، إذا حابين تستفيدوا من دروس مجانية لتعلم على برامج RDS، بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب للقناة لمشاهدة كل جديد. في الدرس الرابع عشر سيتم شرح قائمة جيو بروسيسنج، راح يتم شرح قائمة كاستمايز، وراح يتم شرح طريقة عمل ماب باكج. بداية قائمة جيو بروسيسنج، فإن أول إشي لازم نعرفه إنه المخرج من أي أداة من هذول الأدوات تعون المعالج الجغرافي، راح يكون عندنا المخرج طبقة جديدة مش على نفس الطبقة اللي إحنا شغالين عليها. مثلا عندنا هذا الشارع، فقط بدنا نعمل له بفر. ممكن إحنا إذا ما بنعمل سيلكت، يعني إذا في عندنا هون أنسيلكت واخترت البفر واخترت طبقة الشوارع، بهاي الطريقة راح يعمل لجميع الشوارع بفر مثلا بمقدار 5 متر، جميع الشوارع نعملهم بفر. أما مثلا أنا بدي شارع أو شارعين أعملهم بفر، بعمل سيلكت فقط للشارع اللي بدي إياه. زمت الليار هذا بدي أعمل له بفر مقدار 5 متر. طبعا نختار هون طبقة الشوارع، مثلا نفرض ان هذا الشارع توسع 2 متر من كل جانب، نعمل اوكي. فباقي الحالة بعد ما اعمل بفر بقدر اعرف شو الاراضي او قطع الاراضي المتضررة بعد توسيع الشارع. الاداة الثانية اداة كليب، يعني الاقتطاع. يعني مثلا انا بدي جميع الاشجار الموجودة داخل هاي القطعة، بعمل سيلكت على القطعة. بعد ما اعمل سيلكت لهاي القطعة نروح على الجيو بروسيسنج، نختار كليب، نختار البارسلز، او عفوا بدنا طبقة الاشجار التري. طبعا نعمل سحب وإفلات أو نختار من هون الطبقة. أما الإشي اللي بدنا نقص منه هي البارسلز، نعمل أوكي، نطفي جميع اللايرات، وضل عنا طبقة النقاط أو الأشجار الموجودة فقط في هاي القطعة. اما بالنسبة للانترسكت، الانترسكت يعني تقريبا مشابهة للكليب، لكن ممكن نستفيد منها بشغلة ثانية. عندنا مثلا هذول الشوارع، تمام، هذول الشوارع عندنا مثلا طبقة خطوط بهذا الشكل، ممكن تكون مثلا اي اشي، ممكن تكون مثلا خطوط اي اشي من البنية التحتية، صرف صحي، مجاري، امطار، وهكذا. مثلا نعرف احنا وين بتقاطع هذا الخط مع الشوارع. بنروح على انترسكت، نختار طبقة مع طبقة الشوارع، نحكي له مثلا بدنا المخرج يكون على شكل بوينت، وين في تقاطع بين هذول الخطين بعطينا نقاط. بهاي الطريقة، تمام. عندنا ايضا اليونيون، مقصود فيها اتحاد الطبقات مع بعض بهذا الشكل. عندنا مثلا بارسلز، او نفرض في عندنا قطعة زي هيك، في عندنا هون قطعة من نوع تاني صار في كتير تداخلات، نعملهم اتحاد هدول. نعمل طبعا سيلكت بعديها اتحاد، ونختار الطبقات تعاونهم انهم البارسلز والسيكتور، نحكي له اوكي. وين في تداخل راح يحسب لي اياه قطع جديدة او اريا جديدة بهذا الشكل. هذا المقصود في الاتحاد. طبعا الاتريبيوت للاتحاد بيكون للطبقتين المحطوطات.
أو المدخلات. نفس الطريقة هدول بدي أعملهم ميرج يطلع عنا طبقة جديدة. طبعا الميرج الموجودة هون مثلا بتكون بس على طبقة واحدة، أما هون بتكون أكثر من طبقة. هاي ميرج، بنختار الطبقة البارسل والسيكتور، نحكي له أوكي، طلع عنا بهاي الطريقة الميرج. طبعا هاي ما كانت هيك، يعني لو شغلنا هدول بيطلع عنا، راح يكون في عنا التداخل بين هدول الطبقات، لكن المقصود فيها الميرج انه بضم جميع الرسمات في لاير واحدة. اما الديسولف نقدر نستخدمها في الاتريبيوت. مثلا احنا عندنا هاي القطعة، بدنا ناخذ هاي القطعة، بدنا ناخذ هاي القطعة بس مش جميع الاتريبيوت، يعني هاي اوبن اتريبيوت تيبل، عندنا جميع هدول التيبل الجداول، احنا بدنا نختار تيبل معين، نعمل على ديسولف، نحكي له طبقة البارسلز، نعملها سيلكت، مش لجميع الفيتشر الموجودة في طبقة البارسل فقط للمعمل له سيلكت. مثلا انا بدي رقم البلوك، بدي رقم القطعة، نحكي له اوكي. الطبقة الجديدة ظهرت فقط فيها بلوك وبارسل. طبعا في هاي القائمة عندنا بنقدر نفتح ويندو للبحث او للسيرش، ونقدر نفتح ويندو للارك تول بوكس ولبيئة العمل. طبعا بيئة العمل راح يتم شرحها في مستويات متقدمة من هاي الدورة. طبعا اظهار النتائج، نقدر احنا دخلنا على الريزلت، مثلا قبل شوي احنا عملنا ديسولف وعملنا ميرج، فنقدر طبعا نعيد العملية بطريقة اخرى او بمخرج تاني. عندنا ايضا الموديل للغة البايثون والاوبشن لهاي القائمة. طبعا اي اشي تحت مسمى اوبشنز يفضل انه يضل موجود ديفولت، لان اي تغيير ممكن يؤدينا لمشاكل. قائمة الكستمايز راح يتم شرح فيها التول بارز، يعني هون اول قائمة نقدر نضيف اي شريط ادوات ونشيل اي شريط. ان الملحقات مجرد ما تمت اضافة او تم تنصيب البرنامج يفضل تفعيل جميع هذه الملحقات. عندنا كستمايز مود، من هاي الأداة نقدر أيضا نضيف أي شريط، مجرد ما نضيف أو نفعل إشارة التك بظهر عندنا أي شريط. أيضا نقدر نستعلم على أي أداة موجودة هذول الأدوات أو غيرها في التول بوكس، مثلا اسلوب، مثلا الاسلوب الموجودة هون، مثلا نقدر احنا بدل ما ندور عليها في الارك تول بوكس نقدر نمسكها ونضيفها مثلا بشريط السباشر ادجستمنت، وضفناها هون بهذا الشريط، نقدر نحذفها ديليت، واي اشي نقدر برضو نحذفه بس لا يفضل. ايضا من هاي الكستمايز نقدر احنا نعمل اختصار لاي اداة موجودة عندنا هون، مثلا هاي كتب الليجون نعمل له اختصار، نكتب هون كت بوليجون الموجودة في شريط الإديتور، مثلا Alt و M اللي هي الاختصار الكت بوليجون. بعدها نكبس أو نضغط على هاي الكلمة، نضغط على هاي الكلمة، مثلا نفعل الستار إديت على البارسلز، نفعل نختار اي طبقة، بدل ما نعمل كات نكبس في الكيبورد Alt و M، هاي مباشرة اجى عندي الكات. اخر اشي في قبل نهاية الدرس راح يتم شرح بالماب باكج، من قائمة فايل بنروح على الشير بنروح على الماب باكج. شو المقصود في الماب باكج؟ يعني مثلا احنا عندنا هاي الشغل او هذا المشروع في عندي عدة طبقات، مثلا هذول الطبقات ما بتزمونها
مثلا عندنا هذول الطبقات اللي عملت لهم سيلكت موجودات في التيبل اوف كونتنتس، هذول بدل ما ابعت لشخص معين داتابيس والماب اللي انا شغال عليه، بقدر ان ابعت له ماب جواته جميع هاي الطبقات. من شريط او من قائمة فايل بنروح على شير وعلى الماب باكج، طبعا هون مكان بدي احفظ فيه الماب باكج، ولازم يتم ادخال جميع هدول المربعات اللي هي الملخص والعلامات والوصف. الملخص نقدر نكتب انه مثلا قاعدة بيانات جغرافية لمنطقة ألف، علامات أي إشي نقدر نضيفه إحنا، ست طبقات مثلا. عندنا الوصف نقدر نشرح إنه يوجد في هذا الماب طبقة القطع وطبقة الأحواض وطبقة الأحياء وهكذا، أي إشي بنشوفه مناسب بنحطه تحت مسمى الوصف. بعد ذلك بنعمل شير، طبعا مكان الحفظ خليه موجود على الدي بهذا الاسم، نعمل سيف وشير. طبعا راح ياخذ وقت، راح ارجع لكم بعد ما اخلص سيف. تم حفظ الماب باكج، نروح على مكان الحفظ، يجي بهذه الطريقة أو بهذا الشكل بيجي. مجرد ما نبعت على نرسل على الإيميل بيفتح مباشرة. نهاية الدرس 14، بتمنى منكم أنكم استفدتم من شروحات هذا اليوم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.